لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله الغفور الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأمل أنت أن تحمد، وأمل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.